ها حلوة. حرف الزيد، يلا بينا. يلا بينا. ناخد ملوكة بقى، ملوكة ومنمن، الميم. حبيبتي، هل فكرت تعمل بزنس خاص لألك بعيدا عن مهنة التمثيل؟ فكرت كتير جدا جدا، بس فشلت. لأن وعمل لا ما عملتش اه اوكي يعني، فكرت كتير جدا، وكل ما اجي خلاص الخطوة هعملها اتراجع فورا، لان انا مش دماغي مش تجارية يعني. انا لو عملت حاجة وما ركزتش معاها هتسرق. اوكي صح، وفي ناس كتير مثلك، بس شو الافكار اللي فكرت فيهم؟ افتح كافيه. لا مش كافيه، مطعم. فكرت في مطعم عشان انا مراتي بتطبخ كويس قوي. فهي اياي دي لو عملت مطعم هتكسر الدنيا. شي هدى ايوه. نجي الست هدى. شي ست. طبعا دي كانت مسرحيه اساسا، اسم طبعا مسرحيه. حبيبتي. فكرت مثلا في ايه، في بيوتي سنتر مثلا. بس لقيت ان انا مش هعرف اتابع ولا ادير ايوه اي ايوه حاجه، ولا انا دماغي تجاريه ومليش في الحساب وهيضحك عليا. وبعدين انا ازاي ابقى مركز في دور متقمصه، ولا مسلسل ولا صح، فيلم، وانا دماغي في ان مين العيش جه ولا لا. النتوياج والمكياج ولا وال العيش وصل، الطلبيه ما جاتش، يا عم يا بتاع العيش، انا هقعد اعمل كده بقى وانا جوه صح صح المشهد. صح 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 فبصي ما ينفعش، انا شايف ان صاحب بالين كذاب. لا، والبزنس بزنس دلوقتي يعني، لا بالظبط. محتاج تفرغ وإدارة، تفرغ وإدارة يعني، لازم أكون أنا ونو هاو. ما تعرف عنديش انت، تعرف يعني وأعرف أنا بجيب الاف ان إيه بي او منين الفود اند بفرج، ومنين ايوه يجي لي ايوه بأرخص المطاعم، هذا ومنين. مش هعرف أنا الحاجات عالم دي، عالم اخر. فكبرت دماغي. اخ انت في بزنس اسعاد الاخر، أيوه وفعلا بالظبط. بيع السعادة، إذا كنت نحن أنا وأنا بنبيع صغير كنت السعادة. بحب التمثيل جدا، وبحب إن أنا أكتب أغاني أو شعر أو حاجات زي كده، لما بدأت أخش في التمثيل نسيت الموضوع ده، ونسيته تماما حتى وأنا ما بيني وما بين نفسي، اتنسى من 15 سنة.